انك قريب. من برا 20 بعد بث مباشر من مدينه مراكش. واحد الحريق اللي كان السبب ديالو انه على بعض المعلومات انه واحد الشارجور هو اللي كان السبب ديالو مدينه مراكش بالضبط حي دواري زيكي ضرب الخطاب كما كتشوفوا. وكان السبب مرحبا مدير بي اي من 24. كما كتلاحظوا بانه حريق بمدينه مراكش بحي دواري زكي ضرب الخضار. الان الوقايه المدنيه كتعمل من كل جهد باش انها تسيطر على الحريق قبل انه ما يتحول الكارثه. من بعد ما انهم توصلوا بخبر من طرف القوات المساعده لان اللي جات هي الاولى ولكن ما قدروش انهم باش يدخلوا لان لقاو العافيه شاعله مزيان داكشي. واتصلوا برجال الوقايه المدنيه ورجال الامن اللي حضروا في المكان. كما تلاحظوا انه الان تم السيطرة من طرف الوحدة المدنية على هذا الحريق اللي الحمد لله ما كاينش خسائر بشرية فقط بعض الخسائر المادية واللي كان السبب ديالو ان هذا الحريق على بعض المعلومات انه شارجور هو اللي كان السبب ديال هذا الحريق. داكشي اللي كاين هي الدار لان توصلت مولات بعض المعلومات اللي جات حصريه الان بان مولات الدار هي اللي توصلت مع رجال القوات المساعده اللي جاو في الحين لكن لانهم ملحقه اداريه ايزيكي رفقة اعوان السلطه لكن رجال القوات المساعده ما عندهمش كيفاش يدير انهم يدخلوا لانه ماشي الميدان ديالهم. تواصلوا برجال الوقايه المدنيه اللي تاهما حضروا في الحين ورفقة رئيس ملحقه اداريه ايزيكي مقاطعه المناره.
انا نتواجدوا في هذا الحريق اللي الحمد لله تم. هذا الحريق اللي كان سبب ديالو على بعض المعلومات انه شارجور، لكن ما كايناش شي خسائر بشريه الحمد لله، الا انه كاينه خسائر ماديه اللي باقي ما توصلناش بشي معلومات باش نعرفوا اشنو كاين. لكن الحمد لله رجال الوقايه المدنيه تمكنوا انهم باش يتغلبوا على هذا الحريق وما يكونش بسبب. الله يكبر. هلا شي خاص متتبعي منبر 24، فكروا الناس اللي يلاه دخلوا بانه حريق اللي شعل في واحد المنزل بمدينه مراكش بالضبط درب الخطار بحين ايزيكي، لكن والحمد لله بانه ما كانوش خسائر بشريه. هذا الحريق من بعد لنا بعض المعلومات اللي توصلنا بها بانه السبب ديالو انه شارجور. الان رجال الوقايه المدنيه كيقوموا باش يستطيعوا انهم يوقفوا الحريق. متتبعي منبر 24، نذكركم بمعلومات اللي توصلنا بها بانه بعد ما شعلت العافيه تدخلوا رجال القوات المساعده التابعين للملحقه الاداريه ايزيكي اللي توصلوا بالخبر من طرف صاحبة المنزل، واللي جاو في الحين الا انهم ما قدروش انهم يدخلوا يديروا اي حركه الا انهم تواصلوا مع رجال الوقايه المدنيه اللي حضروا في الحين رفقه رجال الامن. سبب انه المعلومات اللي توصلنا انهم بان السبب كان هو شارجور. كما كتشوفوا بان رجال الوقايه المدنيه استطاعوا انهم في وقت وجيز انهم يتغلبوا على العافيه قبل ما ان يوليوا فيها خسائر بشريه، لكن الحمد لله انهم بعض الخسائر الماديه اللي وقعت.
مدة بي منبر 24، ما بقى لنا إلا أننا نودعكم من هذا البث المباشر لمدينة مراكش إلى استطعنا أن نأخذ التصريحات. غنحاول ندير مباشرة آخر إن شاء الله، ما استطعناش غنحاولوا إن شاء الله نوصلكم أي خبر جديد. مدة بي منبر 24، ما بقى إلا نودعكم.